والشباب وكل اهلنا في دولنا العربيه تسمع فكره يقول لك لا انا محتاج ده اللايف كوتش بتاعي، او انا محتاج حد لايف كوتش، وده مختلف تماما مثلا عن دكتور او طبيب نفساني، أكيد لان طبعا. اللايف كوتش ده مهارات وحاجات. فكلمنا برضو على هل كل مراحل حياتنا مثلا، يعني انا بسمع عن كبار السي او اوز والشركات الكبيره جدا ما بيترقاش بسهوله كده، لازم بيروح دورات صح أكيد مهارات طبعا وبيكون عنده لايف كوتش أكيد طبعا عشان يوصل للحاجات دي، وبيكون عنده كل حاجه، يعني بيكون شاطر ناجح كله، بس كل مرحله في الحياه يبدو انها محتاجه انك يعني ترجع تاني تذاكر بالظبط الاشياء دي، بالظبط، هل ده حقيقي؟ ده حقيقي جدا. اوبرا وينفري برضه على فكره ذكرت فكره الكوتشنج دي قبل كده كذا مره، طبعا وبغض النظر عن فكره الكوتشنج عشان احنا ممكن يكون عندنا شويه معلومات مغلوطه عنها، انا سعيد ان حضرتك وضحت ان في ده فرق، دي حاجه، والطب النفسي طبعا حاجه تانيه حاجة اكيد تانية طبعا. خالص. هو الفكره بس ان يكون حد معايا يكون قادر يشوف هو انا عايز اوصل لفين، فيكون بيشجعني، بيكون بيرجع يراقب معايا تاني اهداف. يعني مثلا مين اللي بيحط الاهداف بتاعتي انا شخصيا، بس فكره الكوتش مثلا او حد اللي بيساعدني على فكره بغض النظر عن المسمى، يعني ممكن يكون والدي بالنسبه لي لايف كوتش، ممكن يكون مديري بالنسبه لي لايف كوتش، او ممكن يكون بالنسبه لي انا نفسي بحاول اعمل كوتشنج لنفسي عادي، يعني بغض النظر عن المسمى اللي احنا بنحاول نحطه يعني. بس فكره اللايف كوتش موجود في حياتي ازاي؟ هو موجود عن طريق ان هو يسالني اسئله صح، الاسئله المناسبه اللي تخليني افكر في ايه الرؤيه بتاعتي لحياتي، ايه الاهداف اللي انا احطها، وكل شويه يرجعني كده ويقول لي خلي بالك انت كنت عايز توصل لواحد اثنين ثلاثه، انت المفروض دلوقتي تكون بتعمل حاجه اللي انت قلت ان انت عايز تعملها. لما اجي كده واحط اهداف لنفسي وبعد شويه احس ان انا تعبان ومش قادر اعمل حاجه، اقول ايه ده الدنيا ليه كده غمقت، يرجع يقول لي ايه لا افتكر ان انت كان عندك فيجن ان انت تكون راجل الاعمال الكبير الناجح اللي انت كنت عايز توصل له، افتكر انت من دلوقتي بس لازم اللايف كوتش يكون انا كمان عندي ثقه فيه، يعني اكيد مؤمنه طبعا بيه. يعني حضرتك بتقول مثلا لو والدي، انا والدي ساعات اقول بقى ده عايز يفرض رايه عليا، يعني عشان كده الشباب لا بيحبوا لايف كوتش بره دايره العيله، يعني عشان يبقى مرتاح كمان وهو لانه ممكن بيتكلم. يكون مش ناجح اهله، يعني اهله ممكن يكونوا مش ناجحين، مش بالمكان اللي هو ده بيطمح حقيقي له. ده حقيقي. انا قصدي ان الكونسبت نفسه او المفهوم نفسه هو ممكن ما يقتصرش على بس وجود الشخص ده، ممكن يقتصر على وجود حد بس هو قادر يتكلم معايا بشكل يخليني اطلع الحاجات اللي جوايا دي، خليني اطلع الافكار اللي جوايا ونكتبها مع بعض على ورقه، ويساعدني ان احنا ننفذها عن طريق ان هو كل شويه يكون بيشجعني او يكون بيريفيو او بيراقب معايا الدنيا ماشيه ازاي. دي الفكره بمنتهى البساطه يعني. تمام، وتفر بقى مين يكون بيعملها، انت حتى بتعملها مع نفسك اتس اوكي okay. انت بتحاول مثلا تقرا كتاب، على فكره في كتب في حد ذاتها هي عباره عن كوتشنج، يعني هو الكتاب نفسه انا اصلا براك اني اتعاملت مع لايف كوتش، زي مثلا الكتاب بتاع اكت لايك سكسس ثينك لايك سكسس بتاع ستيف هارفي، هو كتاب عباره عن اسئله وانا بقرا الكتاب وبقعد احل فيه وبقعد اكتب فيه، هو كتاب كانه كوتشنج بس كوتشنج بشكل كتاب كتاب. يعني. دكتور نتحدث عن الطاقه، بما انه الحيويه والاراده والاصرار تحتاج طاقه بداخلنا مثل ما ذكرت انت، مو طاقه جسمانيه، طاقه حتى تستمر. صحيح. شنو التاثيرات الخارجيه اللي تكون تاثيرات سلبيه تنتزع من عندك هذه الطاقة؟ ممكن يكون كلام المحيط بيك المؤثر أكيد طبعًا. ينتزع من عندك كثير من الأشياء؟ أكيد طبعًا أكيد طبعًا، يعني ما هو إحنا بشر، يعني أنت بنتعامل في الآخر إحنا كلنا بشر، فممكن حاجة تحصل من بره تخليني أقول لا ده ما كانش حلمي، أو لا الدنيا مش أحسن حاجة، أو ممكن يكون إكسبيرينسز أو خبرات أنا عديت بيها، فكل شوية ترجع في دماغي كده تقول أنت هترجع تاني وتعمل نفس الحاجة اللي أنت عملتها قبل كده، أو نفس الغلطة اللي أنت عملتها قبل كده. ممكن يكون تغييرات بتحصل في الحياه نفسها، يعني انا ماشي في الطريق بتاعي وبعد كده حصل شويه ظروف انا حسيت ان انا مش قادر اتعامل مع ظروفي، فكذا حاجه ممكن تضيع ممكن الطاقه يكون بتاعتي. مو محب ياثر عليك بكلامه حتى يوقفك. طبعا يعني في اكيد اكزامبلز كده كتير حتى لو مش بقصدنا، يعني في لما نيجي نتكلم مثلا على شخصيه مثلا نقول ان هي توكسيك، توكسيك بيرسون مثلا، هو شخصيه سامه، هو مش معنى ان هو سام ان هو يعني بيزيني بشكل متعمد او لا، على فكره ما انا هو توكسيك ان هو اثر على الانرجي اللي جوايا، على الطاقه اللي جوايا دي، خلاني انا مش قادر اعمل حاجه، خلاني انا مش عايز يعني اجري ورا اهدافي زي ما انا كنت بعمل قبل كده. تمام، بغض النظر هو كان ده قصده او لا، على فكره مش ده الموضوع اللي انا بتكلم فيه، بس هو في الاساس كل واحد هيقابل طبعا ظروف كتير جدا، يعني هي الحياه مش ورد، وانا يوم ما دلوقتي ابتدي مثلا احط لنفسي اهداف او اقول انا همشي واحد اثنين ثلاثه اكيد طبعا هقابل مشاكل كتير قوي، وعشان كده كانت اول عاده في 7 عادات كان اسمها بي برو اكتيف، يعني حاول دايما تكون مبادر ان انت تلاقي حل. ما مش معنى ان انا ماشي ورا اهدافي ان الدنيا تمشي ورا ده. هو الحد الاساسي اللي يكون فيصل في فكره الطاقه اللي موجوده جوايا هو انا. عشان هيك الظروف ممكن تكون صعبه وممكن ما تخلق مناخات تساعدك عنك انت توصل بسهوله، واكبر دليل على هيك ممكن الشعب الفلسطيني، يعني في كتير محاولات، في كتير يعني
قدرات على انك تنجز تتحدى كل الصعاب، لكن الظروف مش مواتية للشخص بالقدر الإيجابي والمريح انه يوصل للإشي اللي بده إياه.